بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مش هنقدر نتكلم في السلسلة المباركة دي وما نخصش حاجة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مع إن كل كلامنا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو احنا جنى الخير قال على ايديه؟ كل فضل وعطاء مصدره من الله عز وجل، بس ايه؟ عن طريق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعاوزين نشوف هو السيد الجليل الجميل المبجل المكرم ده نعمل معاه ايه، عشان عمل معانا حاجات كتير من اول الاسلام الى يوم القيامه. الرحمه المهداه ده نعمل معاه ايه؟ تصدقوا ان مش هنقدر نعمل معاه حاجه الا اللي هو امرنا بيها برضه؟ يعني هو عرفنا ان ازاي نتعامل معاه بالافضال اللي هو جنى بيها. خلي بالكم ان في بعض التفسيرات بتيجي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قالوا ان هنا رحمه، هنا هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. يبقى ده نفرح بيه. يبقى عاوزك تفرح ان ربك واحد، عاوزك تفرح ان نزل القرآن هداية ليك، عاوزك تفرح التالتة ان بعت لك رسول يبين لك ما في القرآن الطريق، وانك لتهدي الى صراط مستقيم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جه كده هل منتظر مننا رد الجميل؟ هو مش منتظر، خلاص دي درجته محجوزة زي ما بيقولوا، اللي هي الوسيلة والمقام الرفيع أو الدرجة الرفيعة والمقام المحمود، كل حاجته محجوزة له. بس حتى الحاجة المحجوزة دي هو عاوزك من خلالها تاخد ثواب برضه. يا سلام، هو أهل الكرم كده، أهل العطاء كده، أهل الفضل كده، يبقى عندهم مستغنين عنك ولكن يقولك اعمل الحاجة ليس لهم وإنما لك. يبقى زي كده، ما هو ده تخلق بأخلاق الله. هو أنت بتصلي هتزود ربنا في حاجة؟ حاشا وكلا، ولكن كله ليك أنت. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم متخلق بهذا. فنيجي بقى نعمل معاك إيه يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل في حاجة معينة نعملها عشان يبقى عملنا حاجة من مقامك العالي الشريف؟ هو بين لنا وبين، وهقول لكم، مع إن كل كلامنا أنا قلت إن عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأبيات الجميلة اللي بتتكلم وبتقول وبوضح هذا المعنى، يقول والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في نفسي بين وسواسي، وما تنفست محزونا ولا فرحا إلا وذكرك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا هممت بشرب الماء من ظمأ إلا رأيت خيالا منك في الكاس، ولو قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الرأس. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة النهاردة هقول لكم تعملوها عشان خاطر توصلوا لدرجة كويسة اللي هو قالها لنا، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، حديث البخاري ومسلم، ثم صلوا علي فإنه من صلى الله صلى علي صلى الله عليه. الحاجة الثانية، ثم سلوا الله لي الوسيلة وإنها درجة في الجنة
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. يبقى دي هنعمل اهو، كل أذان تعمل كده وتروح مصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. دي أقل شيء نعمله مع سيدنا النبي. فاللهم استخدمنا يا ربنا في كثرة الصلاة والسلام على نبينا، حتى لا نمشي ولا نجيء إلا به، ولا نقوم ولا ننام إلا بسنته وبهديه. أرسلته هاديا لنا فدلنا خير دليل وخير هداية، فيا ربنا كما كان خير هادي لنا اجعله شفيعا لنا في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.